السلام عليكم ورحمه الله مرحبا بكم في قناه عالمك سيدتي مع مريم اليوم ان شاء الله سنقدم لكم وصفه رائعه ماسك او قناع البطاطس لتبييض الوجه والرقبه ولاعطاء النضاره للبشره وتفتيح البشره قبل ان نبدا هذا الفيديو لا تنسوا بالضغط على زر ابوني ايضا تفعيل الجرس لتوصل دائما بجديد القناه ولا تنسوا دعم قناتنا ودعم هذا الفيديو بلايك تتعرض بشرة الوجه والرقبه للعديد من المؤثرات الخارجيه المسببه لاسمرارها كالاتربه واشعه الشمس ما فوق البنفسجيه كريمات التبييض كثيره لتوحيد وتبييض لون البشره ولكن ما رأيك باللجوء إلى الطبيعة وتجربة هذه الوصفة الغير المكلفة وذات فوائد مجدية ونتائج فورية على لون بشرة الوجه والرقبة؟ سنستعمل في هذه الوصفة حبة بطاطس نقوم بسلقها في الماء إلى غاية أن تطهى جيداً بعد ذلك سنقوم بتقطيعها ونقوم بازاله قشر البطاطس بهذا الشكل البطاطس هي احدى العناصر الطبيعيه التي تساعد على تجديد خلايا البشره حيث انها تحتوي على تركيبات كيميائيه حمضيه تعمل على علاج طبيعي للبشره وللتخلص من حب الشباب البطاطس غنية بالعديد من العناصر الغذائية والتي من أهمها الفيتامين أ، الفيتامين ب واحد، الفيتامين بي اثنان، والفيتامين بي ستة، والفيتامين سي، والبيتا كاروتين، والنحاس، والمغنيزيوم، والبوتاسيوم، والفوسفور. كل هذه العناصر الغذائية المختلفة تساعد على تغذية البشرة، أيضا تخليص البشرة من عديد من المشاكل. نقوم بهرس البطاطس كما تلاحظون معي الى غاية الحصول على عجينة البطاطس بهذا الشكل المكون الثاني الذي سنحتاج في هذه الوصفة وهو العسل ضروري استخدام عسل نحل طبيعي. للعسل العديد من الفوائد على الوجه او على بشره الوجه فهو يعمل على منح البشره النعومه والنضاره أيضا يعمل العسل على علاج البثور وشوائب الوجه يقوم العسل بمنح البشرة الإشراقة والجمال يساعد في وقاية البشرة من حب الشباب يساعد العسل البشرة على التخلص من البكتيريا والجراثيم العالقة على البشرة أيضا يعمل العسل على تبييض البشرة يحتوي العسل على الفيتامينات والمعادن المهمه في تغذيه البشره ايضا يعمل العسل على علاج البشره الدهنيه لخصائصه المغذيه للبشره نحتاج ايضا كمكون ثالث في هذه الوصفه الى الياغورت الطبيعي او الزبادي يستخدم الياغورت الطبيعي في العديد من الوصفات للعناية بالبشرة أو الشعر نظرا لاحتوائه على عناصر مغذية عديدة حيث يعتبر الياغورت مرطب ومفتح للبشرة أيضا يساعد على تنظيف البشرة محاربة البثور وحب الشباب أيضا يساعد على علاج التصبغات والهالات السوداء حول العين مضاد للشيخوخة علاج الالتهابات الجلدية علاج حروق الشمس وبلسم طبيعي للشعر للياغورت الطبيعي العديد من الفوائد لبشرة الوجه وهو لا يسبب أي أضرار لبشرة الوجه يمكن استخدامه بشكل آمن الآن سنبدأ بتحضير هذه الوصفة سنقوم بمزج الياغورت الطبيعي ملعقة كبيرة من الياغورت الطبيعي مع هريسه البطاطس وملعقه صغيره من عسل نحل طبيعي نمزج هذه المكونات جيدا الى غايه الحصول على خليط متجانس بالنسبه للناس الذين لا يعانون من اي حساسيه في بشره الوجه يمكنهم اضافه قطرات من عصير الليمون الى هذه الوصفه يجب تنظيف البشره اولا قبل تطبيق هذا الماسك نقوم بتطبيق الماسك على بشره الوجه والرقبه ونتركه على البشره لمده عشرين دقيقه او الى غايه ان يجف هذا الماسك على البشره بعد ذلك نقوم بغسل البشره بالماء الدافئ وبعدها بالماء البارد جيدا الى غايه تنظيف البشره جيدا من هذا الماسك يمكنكم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج رائعة جدا هذه الوصفة ستعطيك النضارة للبشرة أيضا لمعة للبشرة وتنقية البشرة من جميع الشوائب والبقع الداكنة الموجودة بها فعلا ماسك البطاطس ماسك رائع جدا للبشرة فقط استعملوا هذا الماسك وستلاحظون النتيجة يمكنكم استعمال البطاطس بهذا الشكل في هذا الماسك كما يمكنكم استعمالها نيئة لوحدها للحصول أيضا على بشرة ناعمة بالنسبة لطريقة الوصفة امسكي شريحة من البطاطس وفركي بها وجهك وتحت عينك تساعد هذه الوصفة في تفتيح واختفاء الهالات حول العين كما يمكن استخلاص العصير من البطاطا ودهن الوجه به ومنطقة تحت العين فعصير البطاطا يمتلك خواص مفتحة ويمنح الجلد البياض والنعومة عند الاستخدام المنتظم اتمنى ان اكون قد افدتكم بهذا الفيديو شكرا على تتبعكم لهذا الفيديو لا تنسوا بدعمنا بلايك للفيديو الناس الذين يشاهدون قناتي لاول مره لا تنسوا الضغط على زر ابوني ايضا تفعيل الجرس للتوصل بجديد القناه انتظروني فيديو قادم إن شاء الله لا تنسوا أنني أضع فيديوهات بشكل مستمر على القناة وبشكل يومي على القناة، لأي استفسار أو سؤال يمكنكم ترك لي في تعليق وسأجيب إليه إن شاء الله مباشرة بعد وضع هذا الفيديو على القناة، إلى اللقاء أنتظركم في فيديو قادم بإذن الله.